اكد حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه حفظه الله ورعاه وفخامه الرئيس الجمهوريه الفرنسيه ايمانويل ماكرون عن اعتزازهما بعمق العلاقات الاستراتيجيه بين البلدين والتي تشهد تطورا يزداد عاما بعد عام والحرص المشترك على جعل هذه العلاقات اكثر قوه كونها تقوم على اسس الاحترام المتبادل والثقه والتعاون والمصالح المشتركه وتستند لتاريخ مشترك سياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في قصر الإليزي بين حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي وقد عبر جلالة الملك المفدى عن تضامن مملكة البحرين مع جمهورية فرنسا الصديقة إثر حادث الحريق المروع الذي تعرض له البرج التاريخي لكاتدرائيه نوتردام بباريس وادى الى انهياره معربا جلالته عن الاسف لفقدان هذا الرمز الديني والاثر التاريخي العالمي والانساني العظيم فهي خساره فادحه لكل البشريه وليس للجمهوريه الفرنسيه الصديقه فحسب واعرب جلاله الملك المفدى في مستهل الاجتماع عن خالص الشكر لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية لدعوته الكريمة لزيارة فرنسا البلد الصديق صاحب التاريخ العريق والتراث الإنساني والحضاري المميز والثقافة الغنية والتنوع الثري والذي تكن له مملكة البحرين كل المحبة والتقدير والاحترام منوها جلالته بما يجمع الشعبين صديقين من علاقات قوية ومن خصائص وقيم نبيلة مشتركة تتميز بالذوق الرفيع وروح الابداع والتسامح والمحبه والتعايش وتم خلال اللقاء استعراض ما تم التوصل اليه من اتفاقات وتفاهمات مشتركه وما يشهده مسار العمل الثنائي من تقدم كبير يؤكد حرصا مشتركا وسعيا دؤوبا للمضي بالعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين لافاق اكثر رحابه حيث تم خلال هذه الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات النفط والغاز والطب والتعليم والتعليم العالي والتعليم الجامعي والاعلام وغيرها. واشاد جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الفرنسي باللقاءات التي جمعت رجال الاعمال الفرنسيين والبحرينيين وبما تم التوصل اليه من اتفاقيات وعقود تجارية. تصل قيمتها الاجماليه الى اكثر من ملياري دولار ليصبح مجموع قيمه التعاقدات الحاليه والتعاقدات السابقه التي لا زالت ساريه نحو اربعه مليارات وستمائه مليون دولار بما يفتح مجالات جديده للتعاون والارتقاء بالتجاره البينيه البحرينيه الفرنسيه المشتركه مستذكرين بكل الاعتزاز تواجد العديد من التجار الفرنسيين في مملكه البحرين منذ منذ عقود بعيده خلت ومن بينهم تاجر المجوهرات الفرنسي جاك كارتيه الذي قام بزياره للبحرين في بدايات القرن الماضي واهتم بصناعه اللؤلؤ البحريني ضمن مشغولاته في صناعه المجوهرات من شده اعجابه بلؤلؤ البحرين الثمين حيث يعد هذا التواجد التجاري شاهدا على جزء مهم من العلاقات التاريخيه والراسخه بين البلدين الصديقين. كما نوه جلاله الملك المفدى بالدور الكبير لمستكشفي الاثار الفرنسيين الذين ساهموا منذ اكثر من اربعه عقود ولا زالوا يعملون حتى الان في كشف الجزء الاكبر من اثار البحرين وتاريخها القديم. كما تم خلال اللقاء استعراض القضايا التي تهم المنطقة وعلى رأسها مستقبل السلام في الشرق الأوسط حيث اتفقت الرؤى بأن المنطقة ورغم كل ما يتراءى للكثيرين من صعوبات إلا أنها على مسافة أقرب إلى السلام منها إلى نقطة لا عودة وذلك إذا ما أسرعنا في بذل الكثير من الجهد المشترك والعمل الجماعي الفاعل القادر على التصدي للتحديات والمخاطر الراهنة وعكست المباحثات اتفاقا واضحا على ان استدامه الاستقرار في الخليج العربي هي غايه مهمه تستوجب على جميع دولها وعلى كل حلفائنا حمايتها من شر الارهاب بكل صوره وتنظيماته ووقف كل اشكال التدخل السلبي الخطير في شؤونها حفاظا على استقلال الدول واحتراما لسيادتها ووحده اراضيها وخدمه للسلام والامن الدوليين واكد جلاله الملك المفدى يده الله ورعاه ان مملكه البحرين التي كانت وما تزال مناره للتقدم والاصلاح والانفتاح ونموذجا في التسامح والتعايش والتعدديه ستظل ملتزمه بالعمل مع شركائها ومن بينها الجمهوريه الفرنسيه لتعزيز روح التسامح والتقارب الثقافي والانساني بين مختلف الشعوب وستظل مملكة البحرين على ذلك النهج في مواصلة إنجازاتها التنموية والحضارية بكل ثقة واقتدار لتحقيق كل ما يتطلع إليه ويحلم به أبناء شعبنا الوفي في الأيام الجميلة القادمة وكرر جلالة الملك المفدى الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال والوفادة وتمنيات جلالته لفخامته ولفرنسا وشعبها الصديق دوام الرفعه والتقدم والرقي